السلام عليكم أعزائي الطلبة، أهلا بكم اليوم في فيديو جديد يخص سلسلة يعني The Best Books، أهم الكتب in certain fields of knowledge، يعني في مجال معين للمعرفة. شفنا قبل أهم كتب في written expression، في الجرامر، في اللينغويستكس وغيرها. اليوم نشوفوا The Best Books of Literature، يعني أهم كتب الأدب. الأدب فيديو هذا طول، لماذا؟ لأنه يعني الأدب كما تعرفوا very vast و limitless، وخذ مني وقت من أجل يعني هندسة وتحرير المحتوى تاعه، لأنه الأدب واسع جدا، والإلمام به يعني to يعني have a comprehensive view about يعني all its corners مش حاجة سهلة. لذلك قسمت هنا الكتب هذه إلى ثلاث مجالات. عندنا literary history، تاريخ الأدب، أهم كتب اللي فيها، وعندنا literary studies، يعني أهم كتب الدراسة الأدبية، يعني genres كيما poetry، drama، fiction وغيرها، وعندنا literary theory، أهم كتب نظريات ويعني البحث، وكذلك literary movements، يعني تيارات الأدبية، تيارات الأدبية، مناهج الأدبية. نبدأ بـ literary history، لماذا؟ لأن الطالب لما يحب يتخصص أو يتعمق في الأدب يحسن به أنه يكون عنده نظرة على الأدب وتاريخه، سواء البريطاني أو الأمريكي، وما يعني أنجز فيه وش كتبوا فيه، وأهم الأعمال وأهم الكتاب. هنا هذه الثقافة عامة، ويزودوا به يعني prior knowledge، فكر مسبق، معرفة مسبقة حول يعني الكتب والدواوين الأدبية وغيرها. فهمنا؟ أنا نقترح لكم يعني هنايا ثلاث كتب في literary history، يعني كتب رائعة جدا ومش طويلة، ما هيش طويلة. عندنا كتاب الأول وهو يخص الـ English literature، وعنوانه An Outline of English Literature، يعني خط عريض للأدب البريطاني أو الإنجليزي. المؤلف نتاعو هذا هو جي ثورلي اند جوينيث روبرتس، هو من إصدارات لونغمان، كتب تاعها هايلة لونغمان كذلك. كليه كتاب ماهوش طويل بزاف، يفوت حوالي 200 صفحة، وفيه صور كثيرة، وفيه illustrations، يعني صور رصوص ورسومات، وفيه الـ precise and concise، يعني تاريخ الأدب البريطاني من العهود الأولى إلى أيامنا المعاصرة، يعني بصفة سلسة وسهلة وبسيطة، بالصور وبالصور الأدباء والكتاب والقصص وبعض لك الرسومات، يعني هايل هايل جدا ممتاز. يقابله كذا كتاب آخر نصحكم تقروه جدا تبدأوا به، وهو An Outline of American Literature لنفس دار ناصر لونغمان، المؤلف تاعه هو بيتر بي هاي. كتاب كذلك حتى هو ما فوتش 200 صفحة حوالي، في كذلك illustrations، pictures، images، رسومات، صور الأدباء، هنا يخص الأدب الأمريكي بدءا من نشأة نتاعو في عهد يعني الاستيطان تاع القارة الجديدة إلى يومنا هذا. أهم الأعمال، أهم الكتاب، أهم الإصدارات، أهم الأعمال اللي عند جوائز أدبية وغيرها، سواء نثر أو شعر أو دراما أو مسرح. إذن هذا مخاوتي، الكتب هذا مهم جدا، طالب يجب يقرأه، لازم يقرأه. فهمنا؟ اللي يحب يزيد يتعمق أكثر في تاريخ الهيستوري، كذلك عندنا كتاب آخر صدرته يعني وزارة يعني الداخلية الأمريكية، وهو بعنوان An Outline of American Literature، هذا كذلك An Outline of American Literature كذلك، المؤلف تاعه هو كاثرين فان سبان كيرن، هذا الكتاب جيد ممتاز، طالب يبدأ عن به روحه، يخص فقط أدب الأمريكي هنا، أدب الأمريكي، أدب الأمريكي. هذه هي أهم ثلاث كتب، يعني تعطيك نظرة مسبقة على تاريخ الأدب البريطاني والأمريكي منذ النشأة إلى يعني تقريبا يومنا هذا. فهمنا؟ نروحوا للترايل ستاديز، يعني الأدب كأدب، ماهية الأدب، يعني أجهزة الأدبية، النثر، الشعر، الشخصيات، الباوربوينت، البوينت اوف فيو، الحبكه،
بالتفصيل في الانجليزي، ادب انجليزي. انا لقيت كتاب فقط واحد نصحكم به، يعني كتاب مفصل ومليح وجميل جدا، كنت اقول يعني اقروه لخصوه ركزوا عليه، وهو An Introduction to Literary Studies. An Introduction to Literary Studies، مؤلف تاعه هو ماريو كلارر. هذا كتاب يعني مشهور ومعروف جدا، ها، ويعني موصى به من قبل يعني كثير من المواقع وكثير من الخبراء في الادب. طالب يبدا به، وهو من اصدارات روتلج فرانسيس ان تايلر. هذا فيه يعني الادب كما تقرأ في الادب في اللغه العربيه، الشعر مثلا اقسام وانواع وعناصر القصه، عناصر الشعر، عناصر المسرح، يعني بالانجليزيه وامثله من الادب الانجليزي والامريكي. الان نفوت الى الامر الثالث اللي يتطلب مستوى عالي هنايا في التحليل والنقد الادبي، وهو literary theory and criticism، يعني نظريه الادب والنقد الادبي. هذا يعني الطالب لما يتمكن من الادب والقراءه، يقرا قصص بزاف واشعار بزاف، تولي عنده ملكه، ها، يقبل على النقد. لكن النقد ما بيكونش نقد ذاتي، النقد يكون باستعمال يعني احد نظريات الادبيه. يكون الطالب يكون طالع كذلك على التيارات الادبيه باش يعرف التيار واش عنده من مبادئ، واش عنده من خصوصيات، واش عنده، وشوف النص اسكو ينتمي للتيار هذا او التيار هذا، اسكو هذا النص مثلا نستعمل معاه المنهج مثلا التفكيكي او المنهج الماركسي او المنهج الانثوي، كيما هكا. كتب هذا تعطيك نظره شامله على كل هذه المناهج وكل هذه المدارس الادبيه، ها، بالتفصيل وبطريقه علميه والمفيده. مش فقط اطناب في الكتاب في 1000 صفحه ومن بعد في الاخر ما تزمن الاول، لا، فيها فقط فيها الزبده. الكتاب الاول وهو Literary Criticism An Introduction to Theory and Practice، كتبه تشارلز اي بريسلر. كتاب هذا فيه 180 صفحه فقط، لكنه كتاب هايل تبدا به وتطلع فيه الى على يعني النقد الادبي، المناهج الادبيه في النقد، مدارس الادب في النقد، يعني يعاونك بزاف. دير فور جراوند يور باك جراوند. كتاب ثاني كذلك مهم جدا للطلاب سواء في الثانوية والجامعة، كذلك مهم جدا وممتاز، وهو Literary Theory The Basics الغني المعروف عن التعريف، وهو هانس بيرتونز. كتاب هذا كتاب رائع، يعني نقول لكم اللي راهو من أفضل الكتب اللي ديما ترجع لها، تقراها وتكمل تبقى ديما ترجع لها، مرجع ممتاز هانس بيرتونز. وبعده كذلك كتاب آخر مهم جدا يخص خاصة هنا الموفمنتس، الأول تاع بيرتونز يخص تقريبا النقد، نظرية النقد الأدبي، منهج النقد الأدبي، أما هذا موفمنتس يخص منهج النقد، ولكن بصفة كذلك يخص التيارات الليتراري موفمنتس وترندز، يعني التيارات الأدبية، المدارس الأدبية عبر الزمن، ها، الماركسية، التفكيكية، الرومانسية، الواقعية، السريالية وغيرها. فهمنا عنوانه Literary Movements for Students، يعني تيارات أدبية للطلبة. هذا هائل، ها، وفيه حوالي 900 صفحة بي دي اف، ولكنه كنز، كنز عملاق، مرجع ديما ترجع له هذا دائما. الإديتور تاعه يعني الجامع تاعه وهو إيرا مارك ميلن، هي اللي جمعت هذا الكتاب في هذه يعني الباقة من الصفحات. وأخيرا ليس أخيرا عندي كذلك A Handbook of Critical Approaches to Literature، هذا الكتاب هذا ممتاز، وكتب هذه الجماعة جمعتهم راهي شفت غيرها ياسر، لكن الأفضل من ناحية المحتوى، من ناحية المفيد، من ناحية عدم الكلام المكرر فيها غير الزبدة، الأمثلة كذلك، من ناحية الشرح يعني الممتاز لكل منهج وكل تيار أدبي بالأمثلة. إذن A Handbook of Critical Approaches to Literature، فيه مجموعة من المؤلفين، فيه جاين، ليبر، مورغان، رسمان، ويلينغهام وغيره، وهذا هم أربع مؤلفين تاعهم. هذه خاوتي أهم كتب يعني الأدب اللي حبيت يطلع، ها، to master this scope of knowledge، حبيت يتمكن
من هالمجال الادب البريطاني والانجليزي بصفه عامه والامريكي يبدا بتاريخ الادب لكلا يعني القطبين بريطاني وامريكي، ثم يروح الادب ماهيته يعني ومحتوياته من نثر وشعر ودراما، ثم يمشي الى النقد الادبي باش يعود قادر يحلل ويناقش وينقد يعني الاعمال اللي راه يقرا فيها. قبل كان فقط يوصف ويلخص، يولي يقدر على انه ينقد باستعمال هذه النظريات. وكذلك كتب هذه تعطيك حاجه مهمه جدا وهي الترمينولوجي، المصطلحات الادبيه والنقديه، انك تستعملها تثبت انك انسان مطلع، انسان فعلا ناقد، يعني تخلص من اللغه القديمه العامه، تستعمل اللغه الادبيه من خلال هذه الكتب يعني الماستر بيس التحف. يعطيكم الصحه وشكرا، بارك الله فيكم.